السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. نشوف القرار ديال رئيس الحكومة اللي كيتعلق بزلزال ثامن شو تنبير واعلان كارثة. فين هو القرار؟ طبيعية عبر الواتساب. لا طبعا هذا من ناحية ديال التأمين دكتور، شنو غادي ترتب على هذا القرار؟ وعلى التأمين، علاش الفيلم طالع؟ علاش طالع شي حاجة أخرى؟ الفيلم كل شيء على كل شيء على التأمين. نعم على التأمين، لأنه سبحان الله الصوت هذا، هذا القانون اللي كنت تكلمت عليه سابقا ما بقاش كانش الذاكره ديالي كتخوني. 114 13، يمكن 114، القانون المتعلق باحداث نظام لتغطيه عواقب الوقائع الكارثيه. هذا القانون هذا كنت تكلمت عليه طبعا الى عقلتي واحد 3 ايام من بعد او يومين بعد الزلزال اللي كان صاب هذوك المناطق. إذن وكنت تكلمت على هذا القانون اللي كيتكلم على انه الحكومه وبالضبط رئيس الحكومه عنده 3 شهور من تاريخ الزلزال باش ياخذ قرار ويقول واش هاد الزلزال الذي اصاب هذه المناطق هل هو كارثه طبيعيه، واش نصنفه واش نكيفه بالكارثه الطبيعيه ام لا. إن كتجمعوا اللجنة الناس ديال المختصين كيعطيوا الآراء ديالهم، وطبعا رئيس الحكومة كيخرج بالقرار. فهذه واحد فوقاش نهار 13 في هذا الشهر هذا 13 نشر في جريدة رسمية القرار. شوف هذا الشيء ما كيهضروش عليه، هذا الشيء ما كيهضروش عليه. هذه بادي 15 10 أيام، هذه أكثر من 10 أيام. اليوم 26 13 يوم باش نشر في الجريدة الرسمية بأن هذا الزلزال اعتبروا رئيس الحكومة بقرار ديالو بانه كارثة طبيعية، وبالتالي شنو غادي يوقع؟ الآثار ديال هذا الشيء هذا على حسب القانون 110 14 المتعلق بعواقب الوقائع الكارثية. يعني غادي الآثار ديالو هو انه شركة التأمين غادي يضطروا يدخلوا اليوم باش يعوضوا الناس اللي وقعت لهم اضرار بسبب هذه الكارثه الطبيعيه. ما نساوش بانه المستهلك الى عقلته في 2020 الناس مشاو عند التامين غيخلص التامين ديالو، اللي ما كيخلص تلقى راسو زادت عليه واحد شويه ديال الفلوس، زادت عليه 200 درهم. ديالاش 200 درهم؟ قالوا له الكوارث الطبيعيه، ومن تما ما كاين لا كوارث طبيعيه، ما شاف حتى شي حاجه. قال كيفاش هاد 200 درهم؟ واش دابا هاد الفلوس غيداوها لي؟ واش راه هاد الشيء علاش دارت؟ على هاد يعني تم تمديد الضمانات الى الكوارث الطبيعيه، في المقابل كان هذا القسط ديال التامين اللي هو 1% من قسط التامين او 200 درهم اللي اداوه لشركه التامين كل مستهلك كل مؤمن له، سواء ديال السيارات سواء ديال المنزل سواء اي تامين باستثناء تامين على الحياه. إذن كيأديو هذا المبلغ هذا باش نهار إلا وقعت هذه الكارثة الطبيعية وتم تصنيفها وتكييفها بكارثة طبيعية من طرف رئيس الحكومة، فشركة التأمين غادي يدخلوا ديك الساعات باش يعوضوا هاد الناس على الأضرار اللي صابتهم من جراء هذه الكارثة الطبيعية. فطبعا هناك الأشخاص اللي غادي يتعوضوا من الصندوق. اوكي، الأشخاص اللي غيتعوضوا عند المؤمنين ديالهم، هذوك اللي غيتعوضوا عند المؤمنين ديالهم واللي عندهم تأمين، عندهم عقود تأمين. نعم. وأداوا قسط التأمين بما فيها الضمانه ديال الكوارث الطبيعيه، وهذوك اللي ما عندهمش تامين نهائي، ما عندهم لا سياره ولا دار اللي مامن عليها ولا شركه ولا حتى شي حاجه، هذوك راه تيدخلوا في هذا الصندوق هذا اللي الصندوق ايضا ممول من طرف المواطن المستهلك وشركه التامين ودعم ديال الدوله ايضا. اذا المناطق اللي اعتبرها هذا القرار ديال رئيس الحكومه معنيه بالكارثة الطبيعية هي كثيرة شوية دكتور. لا ماشي كثيرة، إقليم الحوز المناطق. نعم ماشي إقليم الحوز غير 6. إقليم الحوز، إقليم سارودانت، إقليم شيشاوة، إقليم ورزازات، عمالة مراكش، وإقليم أزيلال. إذن 6 ديال الأقاليم اللي معنية بهاد الكارثة الطبيعية اللي هو الزلزال اللي كان أصاب هذه المناطق هذه
في بداية هذا الشهر هذا. تامين شو تنبير؟ نعم، إذن الحصيلة هي 169 دوار ومنطقة دكتور. نعم دكتور كيعطي بالتفصيل. نعم، حتى بالنسبة للمستمعات والمستمعين ربما اللي سبق لهم كيتسألوا ما وصلهمش للإحصاء فغيشوفوا هاد اللائحة واش هما مدرجين ضمن هاد القائمة أو لا. دكتور شكرا على التوضيح. إذن إعلان زلزال تامين شو تنبير هو واقعة كارثية وبالتالي الاستفادة من التأمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.